في خيمات جرى حوار ظاهرا خلده الزمان سوق خير خيمات الجرى حوار ظاهرا خلده الزمان سبق خير الورى في الطف حائرا يفتقد جرى حوار ظاهرا خلده الزمان سبق خير الورى في الطف حائرا يفتقد الأمان والقاسم الحزين عمه يصول جاء له يسير يا عمها جهدني من والد الحنون إني لك نصيب بالعوم والقاسم الحزين لعمه يصول يا ألم يسير يا عمها كبير من والد الحنون إني لك النصير الحزين لعمه يصول يا له يسير يا عمها كثير والدي الحنون لي لك النصيب كيف ترى موت إذا جرى مثل ماء شلال فيك كما العسى يا ابن حيدر أمري لك هدى قل كيف ترى موت إذا جرى مثل ماء شلال يا ابن حيدر عمري لك يا لا طعم للحياة بعدك لن أعيش يا مذلول حقير شهادة المنى ذاك مهجتي وعمري القصير لا طعم للحياة بعدك لن أعيش كبذل الحقير شهادتي المنى ذاك مهجتي وعمري القصير كتاب المجتبى
صرت قد قرأت كتابا واجتبى ودمعه فتور ثم ارتوى الكتاب والقاسم انبرى وملؤه الشجون عماه تلك رخصة اجعلها خلالا في جيدي يا الصغير تكون قصتي ينادي بالحسين أماه تلك رخصة اجعلها قلادة في جيدي يا الصغير فلا أريد عمري وأن تكون قصتي ينادي بالحسين فيك كما العسل يا ابن حيدر أمري لك الهدى لا طعم للحياة بعدك لن أعيش كمذلول حقير شهادة المنى ذاك مهجتي وعمري القصير قد قرا كتاب المجتبى ودمعه فتون ما طوى الكتاب والقاسم انبرى وملؤه الشجون عماه تلك رخصة اجعلها قلادك في جيدي يا الصغير فلا أريد عمري وأن تكون قصتي كالنادي من الحسين رعود من السماء دوية تدق أحامي ما رأى لمن
حسرتي معدة لا يضل وحدة نصرتي معدة وصية وصية